التطوير في الجيش العراقي، التسليح، التدريب، كمان خريطة التعاون ما بينه وما بين الفصائل المتعددة حضرتك ذكرتها. الجيش العراقي قطع شوطا كبيرا في مجال التسليح والتدريب، واليوم يعتبر من الجيوش المهمة في المنطقة، وهو ليس جيشا جديدا، هو يعني هذا الجيش الذي تشكل بعد 2003 هو امتداد للجيش العراقي الذي تأسس سنة 1921. بس اللي لحق به من تفكيك تدمير، يعني اللي حصل طبعا بعد الدخول أو الاجتياح الأمريكي وما إلى آخره وسقوط النظام، ده بالتأكيد أثر على قوام الجيش العراقي. هل تم استعادة؟ نعم، يعني بعد 2003 ونحن الآن في 2017، هذه فترة تسارعت فيها الخطى و بذلت جهود من أجل إعادة تنظيم الجيش العراقي وإعادة تسليحه وتدريبه، وهو الآن يقاتل ويحرز الانتصارات.